إذا الآن نحن بنقيم الموقف من الاستثمارات الخارجية، للأسف إن هي عديمة الفائدة والجدوى، ولا تحقق حقيقة المستهدف منها اقتصاديا. ربما في فترة سابقة حققت المستهدفات الأخرى السياسية وبعض الأهداف الغير الحقيقة يعني اقتصادية بشكل مباشر، أو لا تخدم الاقتصاد المحلي الليبي وتقدم له إيرادات في جلها. طبعا صحيح أن في بعضها يعني كان له في فترة عائد جيد، حتى نكون منصفين، ولكن الحقيقة الآن إذا نظرنا هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة، ربما أكثر حتى من 10 سنوات، نجد أن هذه الاستثمارات لم تحقق شيء يذكر، بل أصبح يعني مرتع الحقيقة لكثير من المشاكل والقضايا الفساد تقصد؟ والفساد. ونعم الفساد يعني، بالتأكيد طبعا الفساد يعني جزء منه، نقدر نقوله ولكن بالليبي أصبحت زي المال السايب من آخرك. للأسف إلى حد كبير، برغم يعني هي الحقيقة تحتاج إلى يعني هذه القضايا تحتاج إلى إعادة نظر حقيقي وشامل وموقف يعني منها. هل فعلا هناك حاجة وضرورة لوجود مثل هذه الاستثمارات، وهل هي فعلا مفيدة لنا؟ الفكرة منها هي أن تقدم عائد للخزينة العامة، أو تقدم إيرادات استثنائية غير الإيرادات النقدية للخزينة العامة، لكن يبدو أن هي فشلت فشل ذريع. صحيح أن هناك ظروف كثيرة أحيطت خصوصا خلال السنوات الأخيرة، ولكن ما شاهدناه أن هناك تكالب كبير جدا، وهناك تفريط، وهناك يعني إهدار الحقيقة لهذه الاستثمارات ولهذه الأصول بشكل يعني أصبح يعني الإنسان حقيقة يخجل حتى من الحديث عنه. لا توجد أي لا في الاستثمارات الخارجية الحكومية ولا الاستثمارات الداخلية أيضا الحكومية. حتى في الداخل تركز الأموال لدى مؤسسات استثمارية في الداخل بشكل كبير جدا، ربما أحد المعيقات لإعادة تنظيم وإطلاق الاقتصاد وتفعيل أكثر لاقتصاد حر واقتصاد منظم في ليبيا.